الى صاحب الجلاله الملك محمد السادس. هذه الوقفه هي ليست بوقفه احتجاجيه او خروج عن النظام، هذه صرخه. هذه الصرخه يعني كانت اخر حاجه وصل لها الصانع التقليدي وهذا الحرفي في هذا السوق الكبير، وهذا تنودا عامه والاقليم بصفه عامه. هذه الصرخه اليوم بغينا نبينوا فيها اننا اليوم نعاني من مجموعه من الامور. عندنا مجموعه ديال القطاعات متوقفه كليا. هذا بازارات اللي كتشوفوا فيهم مسدودين، هذه عام وشهرين ما عمرهم تحلوا. عندنا مجموعه ديال القطاعات اخرى متوقفه جزئيا، اللي فيها الخياطه، اللي فيهم مالي الحوايج، الخرازه، واحد المجموعه كتعرفوا هذا السوق هذا. وعموما تردنت كامله هي مدينه الصناعه التقليديه وهي مدينه السياحه. اليوم هذا الشيء توقف بسبب الوباء، صحيح؟ اللهم ارفع عنا. وبالمناسبه كنحيوا صاحب الجلاله الملك محمد السادس على كنحييوه على 4 ديال الشهور ديال الكرا اللي عفى علينا، واللي كانت هذيك انعاش لهاد الحرفيين كاملين، الله يجازيه بخير. الوقفه اليوم جاءت لسبب واحد، احنا مع الاصلاح صحيح، ولكن الاصلاح في الوقت ديالو. اليوم عندنا جوج ديال الاوراش ملكيه كبرى خصنا اليوم نقفوا معها وخصنا ننجحوها. الورش الاول اللي هو المساهمه المهنيه الموحده، يعني النظام الضريبي مع التغطيه الصحيه. صاحب الجلاله الله يجازيه بخير بغى يدير التغطيه الصحيه للمغاربه كاملين، فبداوا بالفئه ديال المهنيين. هذا المهني اليوم منخرط باش يخلص الضريبه ديالته للدوله، وهي كتجسد المواطنه ديالته لهذه الدوله، وبغى يستافد من التغطيه الصحيه، فاليوم خصنا نخرطوا ونجحوا هذا. كنجيو اليوم في هذه المرحله هذه نتفاجأ بقرار الاوقاف اللي هو داخل في اطار الاصلاح، ان اليوم يجب على المهني انه توقف عليه الكره ديالو حتى يسول الوضعيه ديالته. هاد تسويه الوضعيه شنو هي؟ هاد تسويه الوضعيه خصني نخلص انا الاوقاف 60 شهر ديال الكرا باش نولي انا 60 40 حسب السومه الكرائيه. اذا ديك 4 شهور اللي تعطات لي عطاها لي صاحب الجلاله جاو هما غيحبسوها علينا، وهادشي ماشي معقول. اليوم خصنا نشوفوا هاد الفئات هادشي، هاد الفئات اللي اليوم خصنا كيفاش الدوله تدعمنا، خص الحكومه دير لنا برامج تدعم لنا هاد الناس اللي توقفوا القطاعات ديالهم. اللي الصناعه التقليديه اليوم واقفه، عندنا 40 حرفه هائله للانقراض، هذا بالاعتراف ديال الدوله وزاره الصناعه التقليديه كتقول راه كاين 40 حرفه غادي تنضطر غادي تمشي. نعيم هذا عار في خطر، الاخوان الكرام حنا مع نخلصوا الاوقاف الكرا ديالها، حنا مع نوفي بالالتزامات ديالنا، ولكن الاخوان هذا الاصلاح ديال 70 سنه ديال 40 سنه اللي الناس اليوم توفوا وخلاو ولادهم في هذه المحلات، هذوك ماشي معمرين، هذه الكلمه خصها تحيد من المدونه، وهذا من اليوم كنناشدوا صاحب الجلاله ان يحيد كلمه معمر من هذه المدونه. نحن مواطنين ولسنا معمرين. مطلبهم واحد فقط، الله يجازيكم بخير، الناس ديال الاوقاف، الناس اللي كيدبروا الاداره ديال الاوقاف في الوزاره، اما الله يجازيكم بخير، هذا الاصلاح اجلوه حتى تفوت هذه الازمه، حنا في حاله طوارئ صحيه، حنا في الحجر الصحي، حنا مفروض علينا نسدوا ونلتزموا مع 8 ديال العشيه في رمضان، فين غنمشيو؟ اليوم هاد التجار التاجر الصغير وهاد الصناع راه كيخدموا هذاك رمضان،
داكشي اللي كيبيعوا في رمضان كيصوروا ويسيروا به العام كامل. دابا رمضان العام اللي فات ما خدمناش، رمضان ديال هذا العام ما غاديش نخدموا، وفين غنمشيو؟ طيب الاخوه الكرام، هنا حنا الاداره ديال الحبس في تارودان ما عندنا معاه حتى مشكل، الناظر ما عندنا معاه حتى شي مشكل، الناظر رجل التواصل كيتواصل معنا، كيفك معنا مجموعه ديال المشاكل، هادشي نقولها في موراه، ولكن اسمح لي. كنشكروا الجسم الاعلامي اللي حضر معنا اليوم واللي كيغطي هذه الوقفه، هي وقفه وهي صرخه، كنشكرهم بزاف. كنشكروا جميع الهيئات السياسيه، جميع الجمعيات المهنيه بالخصوص اللي حضرت معنا اليوم، الفاعلين الجمعويين اللي تضامنوا مع الاخوان والناس اللي هما راهو مكاينين امثال. هذه صرخه بغينا الناس الاخوان المسؤولين يوصلوا الكلام ديالنا، السلطات اللي كاينين معنا هنا يوصلوا هذا الكلام اللي كنقولوا. حنا ماشي لن نخرج عن النظام، كنحترموا القانون، ما غنحرقوا دجاجه، ولكن الاخوه الكرام خصكم تدينا المطالب ديالنا اللي هو رفع هذا الاصلاح، ماشي وقته هذا. مطلبه الاخير لهاد اخوانه، الله يجازيكم بخير، كانت في سنه 2003 ترفعت هذيك الرابطه اللي هي الدوليه، الاداره العامه ديال الحباس وقفوها باش الناس يسويو الوضعيه ديالهم وتظهر. فاليوم المطالبه ديالنا هذيك الرابطه حيدوها لنا شهر شهرين ونسويو الوضعيه ديالنا كاملين. لذلك الاخوة الكرام هذه الرابطة اليوم لا هذه الوقفة حدها هنايا، الله يجازيكم بخير. نحترم القرارات ديال السلطات المحلية وعلى رأسها السيد عامل الإقليم الذي نحييه تحية كاملة صادقة، ونحيي السيد باشا مدينة تارودانت على تواصله وعلى الغيرة ديالته حقيقة. كنحييو السيد الباشا ديال مدينة تارودانت، ونحييو من هنا جميع السلطات المحلية. لذلك الإخوة الكرام غندوزو هنا هذه الوقفة هذه إن شاء الله، غتكون واحد المسيرة في السوق من أجل إحياء نبعثوا واحد الروح في هذا السوق، ونتفرقوا ديك الساعة الله يعاوننا ما نخرجوش للشارع العام، نحترموا القانون اللي قالنا الإخوان باش نخلصوا لنا هذه الوقفة هذه، وحتى حنا نكونوا عند حسن ظنهم. تحياتي لكم.